بسم الله الذي ملأ قلوبنا بالإيمان وهدانا بنور الإسلام وأنار بصائرنا بنبيه الهمام عليه أفضل الصلوات والسلام. سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيب قلوبنا ونور أعيننا أبي القاسم الأحمد محمد المصطفى الأمجد عليه آلاف التحية والثناء، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين أنوار الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. السلام على رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام على حجة الله على الخلائق، السلام على محقق الحقائق، السلام على ذي المكارم والسوابق، السلام على الإمام جعفر بن محمد الصادق ورحمة الله وبركاته. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وللمراجع العظام وللأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة مولد نبي الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وحفيده ووارث علومه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام.